لسه مكملين معاكم ونضمننا طبعا النجم رضا عبد العال وكلام كتير عن مباراه الزمالك والمصري طبعا الناس كلها مستنيه كلام رضا عبد العال كابتن رضا برحب بيك حبيبي يا اسلام ازيك عامل ايه وحشني مسربعيننا ليه يا عم لا ولا مسربعينك بس عشان الماتش وعوده الدوري وبتاع طيب ف... ما لنا بدري نيجي بدري لا نيجي لك نجيبك المره الجايه <applause> كابتن يعني آه رايك في فوز الاول الزمالك على المصري هل كنت متوقع الـ الـ ان الزمالك هيكسب اتكلم عن النتيجه هل متوقع النتيجه ان الزمالك هيكسب ولا كنت متوقع كو... يعني اي نتيجه في, في المباراه كان ممكن تحصل لا بصراحه يعني بعد كورونا انا ما كنتش واثق في اي فرقه خالص خالص بس م. بعد النهارده ماتش النهارده لا في بوادر كويسه للكره المصريه بجد والله اه والله ازاي بقى؟ يعني النهارده الزمالك مثلا مصطفى محمد بيضيع ست جو ست جوال ثلاثه الشوط الاولاني وثلاثه الشوط الثاني لو واحده جت او اثنين كفيله كانت المباراه ثلاثه ولا اربعه كان الجيم اتفتح اكتر من كده الغريبه ان النادي المصري ما هاجمش هجمه نقول عليها غير كورنر الوحيد اللي اتعمل فيه تريكه اللي هي اتعملت رجعت لكريم العراقي ورفعها وراح محمود علاء مطلعها الناحيه الثانيه وطلع الكورنر هي دي الهجمه الخطأ الهجمه اللي هي فيها تاكتيك اه منظم او فيها تريكه نقول عليها ان هي فيها شغل بعد كده بيلعب احمد ياسر وراه كريم العراقي والاثنين بيدافعوا على عبشافي وعلى زيزو الناحيه الثانيه بيلعب محمد جابر بهاء مجدي بيدافعوا على حازم امام وعلى اسلام جابر طب م. انت هتهاجم ازاي انت بتلعب وادي راس حربه وهو فعلا في وادي لوحده ولو قعد لبكره وحتى لو بقى نيل مش هيجيب جول لان مفيش مساعده ومفيش حد يقوله مش للأول. ازمه محمود وادي لا 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 خالص ازمه, أزمة عدم الطريقه المساعدة. الطريقه اللي بيلعب بيها كابتن طارق العشري دي لو لو وضحت للناس ان هو مش عايز يخسر م. هو عايز يطلع ببونت يعني ايه اول مباراه رسميه ليه فبالتالي ما كانش عايز يخسر اول رسميه اول مباراه من ساعه ما تولى المسؤولية. ده في الدوري في الد... اه اول مباراه لا ما هو في, الدو... لا في أنا افريقيا انا بتكلم على لا، انا بتكلم على الدوري ماشي بس هقول لك على حاجه برضو يا اسلام برضو يعني انت ماسك نادي كبير وكان عنده امكانيات اه يعني مع اب جلال هنقول يعني ان كان بيخسر بس كان في لعيبه عندها النزعه يعني احمد ياسر ده كنت ليه مثلا بيضيع له فرصتين ثلاثه في الماتش ما تحاولوا تجيبوا لنا طارق العشر يعني وادي... نتكلم و... نتكلم معاه في رؤيه الكابتن رضا يعني وادي مثلا كان بيضيع له كورتين ثلاثه بيجيب جون بيعمل جون انما النهارده ما فيش الا هي التركه بتاعه الكورنر بس وبعد كده فرقه بتلعب على ان هي ما يخش فيها جون ان هي ما تخسرش اه مم. على العكس بقى اللي ما كانش متوقع برغم ان في غيابات وكويس ان الغابات دي غابوا عشان واحد زي محمد حسن يتالق النهارده واحد زي حسام اشرف صح كده؟ حسام اشرف اه ده انا بقول ده هيبقى لولا يعني ده كورته كوره نادي الزمالك ولازم ياخد لازم ياخد اه لعيب تقيل ولعيب جاي شوف بقى انا ما بحبش اشكر في لعيب صغير من البدايه عشان ما يتغرش و لا ده لعيب عنده ثقه في نفسه بيعرف يباصي ده حتى في في الاخر قبل ما يخرج عامل واحده لو واطيه جون وهتروح مم. في المقص أيوة. حاجات بقى صلاح وحاجات اللعيبه اللي هي الكبيره يعني واخد بالك فانا بقول على كالترون يا ريت يا ريت تدر الراجل ده وده افيد اقسم بجلاله الله من اي حد انت بتلعبه لان ده ايجابي ما هو اداله اهو ماشي اداله عشان ان في غيابات مم. اه فلما يرجع بقى لما ترجع بقى آه, آه. واخد بالك هتبقى مشكله بقى ما. مش هيديه لا انا لازم ادي الراجل ده حتى لو كل ماتش 10 دقائق ربع ساعه 10 دقائق ربع ساعه ده هيبقى في حته ثانيه هيبقى في حته ثانيه انا بقول اولا بيعرف يرفع الكرة الكوره بيعرف يلعب اللي جاي عنده ثقه في نفسه بيعرف يرقص بيعرف يشوط على الجون بيعرف يجيب جون واخد بالك يعني النهارده بقول لك الكوره اللي عملها دي بتدل ان هو لعيب صاعد واعد هيبقى له مستقبل بس الكلام ده ما تخلكش تغر يا حسام انا اول مره اشوفك انا ما اتفرجتش عليه في الماتشات اللي يمكن اتفرجت على فيصل اسامه فيصل اه يمكن م -م. اه ده ده بيعرف يجيب جون م -م. انما كورته مختلفه ده خطورته في الصندوق ده بيعرف يجيب جون فيصل ده انما ده ده لعيب انا شايف ان هو لو اهتموا بيه هيبقى بين شرق التاني طيب هل بوجود اسامه فيصل ومصطفى محمد هل الزمالك محتاج تضحك ليه؟ بضحك عشان مصطفى محمد بعد الجواز يعني نصيحه مني له في طاجن عند بهيه بالكوارع <applause> <بالآآ> بالعكاوي اه <applause> عشان ترجع بسرعه لمستواك روح كل مرتين الطاجن ده يا مصطفى. انا طبعا انت عارف ان انا كنت بشيد بيك وبقول وانت في طنطا وانت في طلائع الجيش لازم ترجع وتلعب بس اللي انت بتعمله النهارده ده بصراحه مش في الكوره. <applause> يعني انت قوتك كلها في دماغك والنهارده جات لك تلات اربع كور في السكس ياردة مش عارف تحطهم يبقى فين بقى الدماغ يعني انت عارف مثلا اللي جات لك على رجلك في الشوط الاولاني وانت عملتها وقلشت دي عادي يعني اللي هي مشت بالعرض دي عادي لان احنا عارفين ان كل قوتك في الهيدرز بتاعك <applause> فلما تجيلك النهارده خمس كور وتضيعهم وتحطها في الارض مصمم تحطها في الارض ليه ده انت لو حطيتها في القابل الجون هو اللي يدخلها يعني انت لو حطيتها قصادك على طول كده في الاتجاه اللي هو قصادك جون لان عندنا ما شاء الله كل الاجوان يعني بيتخضوا وما عندهمش رد الفعل غير اجوان معينه طيب انت انت حصرت يعني تراجع اداء مصطفى محمد في الجواز اه طبعا حصرته فكره وقلت له الطاجن ومش عارف اه طبعا كان. الطاجن ده اقسم بالله يرجعك آه. تاني فورمه انت هتاكله مرتين اسمع اللي بقول لك عليه واخد بالك دي حاجه تاني حاجه برضه هقول لك عشان انت لسه عندك 21 سنه ما ينفعش ان الحكم يصفر عليك اوف وتشوط الكوره بره ومش عاجبك وانت بتغير كمان يعني انا ما شفتهاش بس في ناس قالت لي هو بيغير زعلان قوي ومتضايق لا يعني عيد حساباتك عشان ترجع مصطفى محمد اللي كنا بنقول عليه في اول الموسم وكنا بنتحدى بيك واخد بالك وكنا بنقول لاحمد بلال عشان يبقى الكلام واضح اهو لا ده صاعد واعد والكلام ده انما اللي انت بتعمله ده هيرجعك كتير وهيبعدك كتير خلي طيب بالك هل انا اقدر اقول ان اسامه فيصل اللي تالق في المباريات الوديه وجوده على دكه البدلاء خلى مصام محمد باله مشغول خلاه ده اثر على أدائه شويه بالعكس و... بالعكس انا لما بكون حد قاعد لي ده انا بموت نفسي م. عشان ان انا ما اخرجش عشان هو ما, ما ينزلش ياخد الصيت بدالي <applause> فانا ما ادلوش فرصه ان انا لما هجيب جون والتاني حتى لو انا غيرت فالناس هتقول لك هنا الفرق بقى ده, ده خارج جايب جونين والتاني نازل لسه صغير لسه بقى وممكن يتحرق لو محمد. لو مصطفى جاب هدفين ولا هدف ولا كده وهو حتى غير اللي نازل ده هيتحط تحت ضغط حتى لو كان ميسي <متحدث> ليه؟ لان لازم ينزل يثبت نفسه ما انا نازل بدل واحد لسه مهدفه خارج <متحدث> فلازم انزل اهدف انا راخر فانت بتحط عليه المسؤوليه انما هو مش في دماغه واخد بالك بدليل ان في كام كوره النهارده بتطول منه وبتبعد عنه بدأ يحس بنجوميته شويه هي دي مشكله نادي الزمالك مشكله نادي الزمالك اه مش مشكله اللاعب المصري لا لا مشكله الناس لما بتنفخ حد اه فاحنا نفخنا مصطفى محمد اكتر هو يزعل من الكلام ده بس انا بقوله لمصلحته ارجع لحساباتك تاني عشان تبقى في لأنه مصر هو راس بالظبط تبقى في مصر زي ما كنا بنقول انت في مصر مدة عشر سنين جايين مم. لما انما بقى اللي شفناه في الماتشات الوديه والماتش النهارده ده مصطفى ارجع البيت النهارده وعيد حساباتك واتمرن كويس انت النهارده في اتنين جامب لو عاملهم اللي هي اتعملت تركه بتاعة الفاول محمود على وزيزه واتعملت له ولا ساسي وزيزه واتعملت له دي جوانه دي كوره انت بتطلع راكب وبتحط جون انت حطيتها ازاي انت حطيتها في ايد الجون وفي ضعيفة ومفروض ان انت بتحطها في الدقيقة ما بتحطهاش في البعيدة كل ده عدم تركيز واللي هي جات له الاولانية اللي عبشافة عملها له دي ما حطهاش في الارض ابدا لان انت بينك وبين الجون حاجة بسيطة على طول مباشر كده في الدقيقه جون حتى لو جت في ايد الجون هتاخده وتخش طيب. او الجون هيدخلها لك ما تقلقش. كلمنا عن حسام اشرف واسامه فيصل ومصطفى محمد, محمد حسن لسه لسه انا جاي لك بقى انا بس ايه يعني واخدها كده من ايه من من فوق, آه من فوق لتحت من فوق لتحت بدل من تحت لفوق آه اسلام جابر واحمد سيد زيزو هل هل انا اسلام بج... اسلام جابر بتشوف ان هو يعني ممكن يبقى بديل كويس بظهوره النهارده خلال الفتره اللي جايه في 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 المركز اللي هو موجود فيه بالاداء اللي كان ظاهر بيه ولا انت شايفه ان هو لسه محتاج شويه ان هو ياخد فرصه اكتر في المباريات اللي جايه بص هقول لك على حاجه برضو بالنسبه لاسلام انا بصراحه اتفرجت على كام ماتش كده في الاول اللي هو الودي ما عجبنيش واخد بالك بس اتضح بعد كده انه هو عايز يلعب عشان يثبت نفسه فكان بيلعب هو متوتر فعايز يطلع احسن حاجه فما كانش بيبقى كويس انما النهارده لا النهارده لعيب كويس ولعيب لما خد في الماتش الرسمي انا النهارده حسيت بيه زي ما حسيت بيه قبل كده في ماتش طنطا لما نزل ومش عارف في ماتش ايه لما نزل ويقف على الكرة ويباص ويلعب لقدامه النهارده عامل له سولوين ثلاثه كويسين هل في لاعب بيبقى في المباريات الرسميه بيظهر بشكل كويس والمباريات الوديه ما آه. اه كتير مه. يعني في المباريات الوديه في لعيبه كتير ما كانتش بتبقى كويسه او مه. في التمارين عموما بس في الماتش بيبقى حاجه تانية اسلام جابر من النوعيه دي ممكن يكون من النوعيه دي يعني النهارده غير تفكيري مليون في بعد ما كنت هبدا قالب عليه مه. لا النهارده غير تفكيري لان بيقف على الكوره بيعرف يباصي بيعرف, بيعرف يرفع وشه وبيعمل النهارده واحده لحسام اشرف واحده بيغيرها لعب واحدة بيعملها الحسام أشرف اللي هي الانفراد بس طلعت في سايد لا بيقف على الكورة يعني وفي كلتا الحالات هو حاسس بجمهور الزمالك غير أناج غير أناج اه طبعا يعني مهما كان عارف قيمة نادي الزمالك وجماهيريته وبيحس بالجمهور لأن عارف ده مصري مم. ومش محترف يعني هو مش يعني مش جاي مثلا من بره لا هو عارف قيمة الأهلي والزمالك فهو لما بيلعب بيبقى حاطط حسابه للجماهير انما التاني بيلعب وبينزل واخد بالك يفضل يصد في الناس تيت, تيت تيت تيت, ويروح البيت عادي ويسهر عادي وما فيش مشكله اه مش ماحترف. في اه طبعا ما مش عاجبكم امشي انما ده عارف قيمه نادي الزمالك وقيمه جماهيره فعشان كده الفتره اللي جايه هيبقى له دور جامد احمد سيد زيزو بيقنعك لما بيكون ف... في مركز ال... 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 الهاب ليفت او الجناح الايسر او ال... بيقنعني أوه. يعني اختصارا للكلام بيقنعني لما بيلعب السهل انما لما بيقعد يفتي في الكوره ما بيقنعنيش يعني النهارده هي الحسن الوحيده اللي عملها اللي عمل الكروس بعد ما رقص ورفع وشه وعملها لمصطفى محمد اللي ضيعها اللي ما جاتش بين الثلاث خشبات اللي م. هي في يعني قبل ما يخرج مصطفى بشويه اللي هو قطم من ناحيه الشمال وقام جاي يعملها برجله اليمين يعني دي مش عايزه حاجه عايزه لمسه بس، الله يمسيه بالخير بقى الكابتن جمال الحمي. عبد الحميد. جمال عبد الحميد. هو طبع. اللي كان في الحاجات دي حاجه، ما هو ده ده المفروض ان ده, ده خليفته، م. والحاجات دي المفروض يتمرن عليها. في حاجه عايزه قوه وفي حاجه عايزه لمسه. انا كان بيتقال لي ان جمال عبد الحميد كان بيتمرن على جول صغير. ارتفاعه مش مش كبير وكان بترفع له اوفرات معرفش ويحط عشان الحساسيه عشان الحساسيه بتاعت التهديد وكان وكان رمضان بتاع اوضه اللبس بعد ما بيخلصوا التمرين كان يجيبه يرفع له من ورا ويوقف حارس مرمى هو يبقى واقف بره ال 18 والكروس يتعمل له وهو يبدا يوجه ناحيه من بره ال 18 ايوه ولو لاحظت ان ان هو عشان متعود عليها جابها مره في في الياباني مم. في كذا فرقه بس يعني اكتر فرقه معلمه معانا في المصف كمان فروكا ان هو جايبها من على خط ال 18 طالع وراجع وحطيتها وراحة بقوه والجون حتى كانها متشاطه بعد الفاصل هعرف منك ايه سبب تراجع اداء فرجاني ساسي وهل الفريق بيتغير ده ده مش كلامي ده كلام ابراهيم سعيد وابراهيم سعيد شايف ان محمد حسن مش واثق في نفسه ما عجبوش اداؤه وبعد بعد الفاصل يطلع فاصل وبعد الفاصل عشان ابراهيم سعيد برضه المكنه خفيفه يعني ما, ما راجل بقى له سنه ما لعبش ومفروض حتى في الماتشات الوديه اللي فاتت دي يقدر ياخد وده ياخد بعد الفاصل بعد الفاصل نشوف رد الكابتن رضا عبد العال على ابراهيم سعيد فيما يخص اداء فرجاني ساسي ومحمد حسن لاعبا نادي الزمالك لسه مكملين مع النجم رضا عبد العال كابتن رضا ابراهيم سعيد قال ان فرجاني ساسي طبعا بتضحك ليه؟ خلينا بس كمل ماشي هو طبعا مش عاجبه اداء فرجاني ساسي شايف مم. ان ابراهيم سعيد ماشي اه راجل غلبان انتوا ناس بتوع الكرة ولاعيب كوره فاهمني؟ اصل يقول لك انت ما لبستش شورت وفانيلا فما تتكلمش في الكوره ده مين اللي بيقول لك ده اختراعات كده من بعض ده المحللين عشان يقفلوا على مش هقول لك كنت تلعب ده انت كان بيلعب في نادي كبير اسلام ده, <applause> ده. المهم خلينا في في المهم آه شايف ان محمد حسن مش واثق في نفسه لا طبعا ماشي ده بعد شايف ان فرجاني ساسي متوظف غلط ده هو قال الكلام ده النهارده بعد ده قاله دلوقتي في مداخله في المداخله من شويه طيب انت عايز يا ابراهيم ايه من واحد بقاله سنه ما تجيبوا لنا ابراهيم يا جماعه اه بقاله سنه ابراهيم كده قاعد بره وما بيلعبش م. ويجي يلعب في ماتش زي ده وعلى فكره في الماتشات الوديه ما خدش الا ربع ساعه ولا ثلث ساعه م. لان ما لغايه ما طارق طارق اتصاب في م. ماتش هو نزل مكانه وبعد كده الراجل اداله مش عارف في ماتش ايه ربع ساعه ولا تلت ساعه في الاخر او من بدايه المباراه وبعد كده غيره حاجه زي كده يعني ما كنتش بتابع قوي بس انا بقول لك بقاله سنه ما بيلعبش وبيلعب في حته يعني حتى كمان بلال بيذيع المباراه بلال علام اه فجال له رساله من الفنان هشام ماجد هشام مين؟ هشام ماجد اه هشام ماجد الممثل فبيقول له بيقول له ان ساسي تايه من غير طريق حامل. لا ساسي بقاله فتره من ساعه الاصابه وهو ما جاش خلينا صرح بعد الاصابه <applause> ما عملش ماتش السنة اللي فاتت كويس غير الثرو باص اللي هو عمله في ماتش بيراميدز في النهائي اللي هو شيكابالا راح وعملها بالعرض لأوباما وأوباما <applause> بعد كده ما شفناش ساسي من ساعة الإصابة. فالماتشات الودية إلى حد ما ساسي بدأ يرجع لمستواه. فالنهارده بيقول له إيه الفنان هشام ماجد بيقول له إيه؟ لأ ده تايه، لأ طبعاً مش تايه. لأن الفرقة التانية بتلعب بثلاثة فندرات. فمش مدين مساحة للساسي ولا محمد حسن تلات ولا الفندرات اللي هم عمرو موسى وفريد شوي أيوة وعلي ده وحسن علي واو واخد بالك ثلاثة بيلعبوا صرحة تلاتة ليل دل... ليه لأن الراجل مش عايز يفقد منطقة نص الملعب وهو عايز يتعادل الكابتن طارق العاشر فطبعا مش هتلاقي ساسي في حالته ولا محمد حسن في حالته طب هو انت لو 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 مدرب نادي الزمالك تلاعب فرجاني ساسي ديفندر يعني طيب يبقى هو متوظف غلط. لا صح؟ مش بص هو هو انا كلمت مره في رجاني. يعني ابراهيم سعيد بيتكلم صح؟ لا كلمت مره لا انا اجبره انه يلعب في الحته اللي هي مكان اوباما. ايوه يعني ابراهيم سعيد رؤيته صح. بس انت دلوقتي ما عندكش ما هو انت عندك طارق حامد مصاب مين تاني هيلعب اللي يقدر يلعب ديفندر تاني جنبه محمد عبد ولا فرجاني اللي هو بقى له سنتين بيلعبها. طيب هي قدرات فرجاني انا مش بفقدها لا انا لو مدرب هلاعبه مكان اوباما بالظبط تحت تحت راس الحربة واخد بالك بس في وجود ايه؟ الاتنين الديفندرات اللي هو محمد طب ليه ما لعبش احمد سيد زيزو يا عم احمد سيد زيزو ايه النبي احمد سيد ده لازم يلعب على اي طرف فيه. من اللي... اه من ما يلعبش في العمق لا ما بيبقى انت عارف لان هو ايه بيقعد يمسك لي الكوره زي بتاع ال... بالظبط عارف انت اللي هو ب... بي... زرد عبد العال لا بتاع البسبوسه اللي يقعد يقطع ويعمل <تصفيق> <تصفيق> زي بتاع كده ويوديها كده زي زي بتاع مين؟ بتاع البسبوسه اللي هو بيقطع في البسبوسه ويشيله وبتاع فهو عايز كده بس دايما على طرف من الاطراف طيب محمد حسن لان ابراهيم سعيد برضو قال ان اداؤه مش مش مقنع يا, يا عم ابراهيم ريحنا يا عم ابراهيم ما جابوه على التليفون عشان مش كان قاعد معايا هنا مره واقنعته على مش عارف مين برضو مش عارف يا ابراهيم كان تريزيجيه باين ولا مين؟ كانت اعتقد اه وبعدين انا أيه. معاك مش عارف في ايه هنفضل طول عمرنا مختلفين بس حبيبي <applause> يا دي وانت قدامي تبقى ما راجل قطه سيامي <applause> من ورايا تعمل فيها بطل ابطال ما اقدرش <applause> يا كابتن تنين <applause> انت كابتن حبيبي يا, يا ايه, أيه؟ ابراهيم دلوقتي تلت انا بقول لك كابتن رضا ان ان انت طبعا يعني متحفظ على اداء فرجاني ساسي شايف ان هو يعني متوظف غلط وانك انت كمان مش عاجبك اداء محمد حسن ان انت قلت كمان ان انت ان هو يعني ما عندوش ثقه في نفسه فكابتن رضا قال لي خلي ابراهيم يريح شويه ماشي عادي ما انا بص يا ابراهيم بص يا ابراهيم انت طبعا لعيب كبير سواء لما كنت بتلعب ليبرو او يا. مساك او ديفندر صح او نص ملعب او تحت راسين الحرب الحمد لله يعني في اي حته انت, انت كنت لعيب يعني مميز في في اربع اماكن اللي انت كنت بتلعب فيهم صح الحمد لله جدا. لما كنت بتقعد فترة مثلا ما بتلعبش لي مش هنقول طبعا ما حدش كان بيقدر يقعدك انت بتقعد آه. مثلا يا للايقاف يا للاصابة كان آه. على طول بيقعد للايقاف ماشي آه. دلوقتي دلوقتي سنة سنة عر... بس فيا <applause> ف... 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 ابراهيم لما انت مثلا كنت بتبقى مثلا غايب مثلا ثلاث ماتشات مثلا ايقاف والكلام ده ولما تيجي ترجع آه. بتبقى حسيتك عاملة ازاي؟ اكيد بتبقى مختلفة شوية بس اي نعم بيبقى عندك طيب. شهوتك عايز تلعب كرة وتطلع كل اللي عندك لان انت كرة وحشاك وعندك وحشه طيب. للملعب بس طيب. برضه اللياقه البدنيه بتفرق كتير اكيد يا كابتن وده اللي انا كنت بتكلم فيه على فكره طيب أنا لو أنا... لو, أنا... لو محمد كنت حسن كنت... انا 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 كنت انا انا خلافي ممكن مع انا بحب البني ادم اللعيب الايجابي بالك يعني ممكن النهارده هو مش موفق ممكن يكون لعب كويس بس انا بتكلم على وجهه نظري النهارده لا في نقطه هنا بس, بس, بس يا ابراهيم بص مالوش بس مولعو... أنا على فرجاني ساسي فرجاني ساسي النهارده ما يعني ما ملوش اي بصمه جوه الملعب انا ما شفتوش ايوه عشان التانيين يعني بيلعبوا ثلاثه ديفندرات يا يا كابتن هو ممكن يكون واخد تعليمات دفاعيه فدي مأثرة عليه بس انا انا ليا المجمل اللي انا كنت اعرف فرجاني ساسي زي ما كده كنت مثلا بشوف كابتن رضا عارف اداؤه عامل ازاي تمام ده مش اداء فرجاني ساسي على فكره عشان ايوه ده بقاله سنه من ساعه الاصابه وهو كده يا ابراهيم هو هو يعني ايه بيستغى يلعب دلوقتي عارف وهو واقف عارف يا كابتن ان هو ايه واحد بيلعب أيوة وهو خلي بالك الاصابه له. بتاعته دي بطلت لعيبه كتير يعني الاصابه اللي جات له دي بطلت فياخد وقت عقبال ما يرجع سيبك أكيد. من ساسي خلينا في محمد حسن محمد حسن بيلعب انا انا ما النهارده حاجه جوه الملعب ما انا هقول ليه؟ لان بيلعب إيه مكان, مكان بص بيلعب مكان طارق حامد وكلنا وكل مصر كلها هتبدا تقارن يعني النهارده مثلا محمد حسن النهارده قاطع ثلاث اربع ما ينفعش خالص ولعب مباراة مع الزمالك فواجه المقارنه انا بتكلم على الاداء بس يا حبيبي ما مش فيه. من اول ماتش ما هو انت تديله ثلاث اربع ماتشات عشان تبدا مالي. تحكم عليه وانا بقول لك اهو من خلال مكالمتك دي والبرنامج هنا انا بقول لك محمد حسن لو خد ثلاث اربع ماتشات هيلعب منتخب مصر والله بتمنى يا كابتن يكون وجهه نظرك كده بس ما انا بكلمك على... ليه؟ أنا بكلم لان انا على انا شفته في البلديه بس ملوش بصمة يا يا حبيبي لسه <applause> انت عايز بصمه بلتك بلتك ايه؟ على فكره على فكره على فكره بس عشان, أقولك. بس عشان انا اقول لك عشان ان انا شفته بقول لك هو بيلعب في الممتاز بيه وشفته لما كان بيلعب في دجله وشفته لما كان بيلعب في النادي الاهلي لان اخوه كان بيلعب معايا توأمه. ممكن تكسر الدنيا في الانديه الثانيه بتيجي في الاهلي والزمالك ما يا حبيبي لا ده بص ده جاي مكان واحد قنبله موقوته تمام بس اللعيب الكويس يا عم ده اللي يا السنه اللي فاتت السنه اللي فاتت اسمعني ايام ام جروس اسمعني بس آه. الراجل طارق حامد موقوف ثلاث انذارات مفروض ان الراجل ده هيلعب شالوه بره التشكيل خالص تمام واخد بالك فانت عايز تديله الثقه ازاي بص ما هي المنافسه ما احنا بنقول دلوقتي, دلوقتي. دونجا يا كابتن اللعيب الكويس طب ده طب النهارده ما انا اتكلمت على حسام اشرف على فكره عايز اقول لك حاجه النهارده اول مباراه اشوفها حسام اشرف اه لا لعيب كويس ولعيب مميز والله العظيم بس انا بس ما تتغرش يا حسام ولا ولا شفته ولا يعني انا زي ما كان بيتكتب عليه ان هو لعيب كويس النهارده انا اول مره اشوفه فعلا جوه الملعب اول مره من لمساته باين ان هو لعيب كويس ده انت طيب. عارف بن شرقي الجديد خلي بالك لعيب كويس جدا الولد عنده ثقه ما ما عندوش رهبه طيب ماشي بس هقول لك على حاجه بقى محمد طيب. حسن بيلعب مكان واحد انا بقول لك ديناميت تمام اللي هو طالع يعني ايوه كابتن رضا اللي بيبقى مواجه فمحدش محدش هيقدر يقتنع بيه اللي ظهر ده؟ للملعب مين اللي ظهر الملعب يا جدع انا بقول لك محمد حسن ده لو خد الثقه محمد حسن بيجيب جوه من نص الملعب رجليه رجل انا اتكلمت على نقطه ان هو مش ما شدنيش يعني ايوه ماشي ما ده اول ماتش ما شدنيش حاجه جوه الملعب ده اول ماتش لمسه واقفه واخد بالك النهارده ولا واقفه ولا باص ولا حركه ولا عمل اي حاجه مع احترامي مجرد ان هو هو حتى لدرجه ان هو خانق آه فرجاني ساسي جوه نص الملعب كده يا عم خانق ايه ده هو الملعب كان مخنوق اصلا بالثلاثة جندرات بتوع المصري فريد شوقي وعمر اسمه أمري... عمرو موسى وحسن وعمر موسى علي وحسن علي واخد بالك وحسن علي يعني حارس مرمى الترسانة وعندك عمرو موسى وزير الخارجيه الاصفر <applause> يا تودونا بدايه الله يخليك طبعا كابتن رضا بيهزر يا جماعه عمرو موسى ده لاعب اللاعب النادي المصري فريد شاوي الممثل الكبير اه طبعا فريد شاوي طبعا ده لاعب النادي المصري وحسن عادلي طبعا كان في حسن عادلي طبعا حارس الترسانه الاسبق طبعا اه كاسونجو اخباره وهو يتفرج معاك مين؟ كاسونجو كاسونجو هو لعب النهارده؟ آه ل... 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 لا ما انا كنت جاي في الطريق والله يا ابراهيم لازم في لا وبعدين برضه يعني ما تدولوش 10 دقايق وتحكم عليه امال مصطفى محمد اللي قاعد يلعب 90 دقيقة والله العظيم لو اديته سنة ليه؟ بتقول ايه يا ابراهيم؟ بقول لك يا كابتن رضا والله لو اديته سنه بيقول لك لو اديته سنه ليه ما هو الراجل جايب كاس السوبر اللي هو جاي يهزر يا بقى... كابتن جاي يحتفل بعيد ميلاده جاي يهزر والله يا حبيبي هو مش غلطته بقى غلطه الناس اللي جابته غلطتنا احنا اللي بنتفرج اه يعني يعني انا اقول لك على حاجه بعد اللي احنا شفناه حسام اشرف ده وفيصل ومصطفى محمد عرف... ويبقى عمر السعيد لو اطال الله عمره عمر سعيد كده هيبقى بعيد خالص لان اكيد هي ما انا بقول لك الاربعه دولت عليه وبالذات الاثنين آه الصغيرين دولت طبعا هتاثر مع عمر سعيد بس الولد بصراحه حسام اشرف النهارده من اللعيبه الكويس بصراحه لا ما ده كورته كرة كورت زمالك ده شفت تصريح لكارتيرون من شويه كده بيتكلم ان الولد كان شغال كويس وفي المباراه الوديه كان انا احترمت جدا كارتيرون على الموضوع ده إن فعلا طالما الولد ماشي كويس وعنده ثقه في نفسه ياخد واداله وي... المباراه بصراحه انا انا بحييه على الجراءه بتاعته دي النهارده بصراحه يعني اه ما كارتيرون ده كارتيرون ده اللي مش عاجب مش عاجب كابتن رضا يا ابراهيم لا ما انا قلت إن النهارده دل... بس هقولك لك على حاجه بصراحه كارتيرون ابتدى يتقل يعني ابتدى يبقى مدرب كتير بصراحه يعني انا واحد من الناس كنت ضد كارتيرون تماما من هو في الاهلي وحتى لما جيت نادي الزمالك بصراحه في اخر فتره لا ما نستعجلش اسمع بس اسمع بقى ما نستعجلش لان النهارده اللي, اللي احنا شفناه ما فيش فيه بصمه له كله حتى القران اللي بتتلعب تقليديه جدا كلها يعني انت يا كابتن في يا كابتن رضا في حاجات بتحصل كده لا يا حبيب قلبي لا لا ده انت عندك ثلاثه بيعرفوا يلعبوا بدماغهم كويس قوي يعني الفاول اللي جه في الشوط الاولاني بتاع ده لازم حد يقطع القريبه حد يتمرن يقطع القريبه وتحديدا مصطفى محمد لان هو الوحيد اللي بيعملها كويس يجي وراه محمود علاء وياخد البعيده على طول الونش انما الثلاثه واقفين في حته واحده يطلع وادي ياخدها منهم الثلاثه ما ينفعش لسه بدايه بدايه سيزون يا كابتن مباراه لا معلش بص بص الحاجات دي التريكات دي انا عجيب بكرتون ان هو عنده الجراه ودي طب وديه ما تستعجلش فيه. برضه ما تستعجلش ماشي أنا معاك والله بس أنا شايفه إن في الف... بصراحة طب أنا أسألك سؤال, أسألك سؤال بقى يا إبراهيم أسألك سؤال بما يرضي الله عشان أنت شفت الماتش كله تمام هل أسامة فيصل له ضربة جزاء؟ أه لا ما خدتش بالي والله أمال بيتفرج إزاي؟ لا ده أنا ده حد أنا حد جاي شو كله عمال يتصل بيا طب شو بلاش شو دي طب الكوره اللي هي بتاعه النادي المصري اللي هي محمد عادل راح للفار واتفرج عليها لا 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 مش ضربه جزاء مش ضرب الجزاء لا لا انا ما شفتهمش وطبعا الناس عماله تكلمني لا 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 وانا جاي مش ضرب الجزاء مش ضرب الجزاء يا كابتن ابراهيم الكره وهي في وهي في الهوا الولد راح على فرجاني يعني حط جسمه قبل الكوره طيب انت ما جيتش ليه النهارده يا ابراهيم خلاص خلاص ماشي متشكرين يا كابتن ابراهيم يلا خلاص يلا انت كده في عزومه عندك ان شاء الله عندي بهيه المره الجايه باذن الله انا بقول لك اهو بشكرك كابتن ابراهيم, إبراهيم. كابتن ابراهيم سعيد طبعا محل بريمو طيب عندي شويه اسئله خاصه برضو بالتشكيل بتاع نادي الزمالك لا ما عايزين احنا نرجع بقى ما احنا اتكلمنا أنا, انا, أنا رايح كله. ما انا رايح احنا الديفنس بقى ما لسه اهو يعني عندي بعد الفاصل هكلمك على اداء عبد الشافي اه وحازم امام ولسه نادي الزمالك برضو هدافه محمود علاء هل دي مشكله الزمالك بيواجهها رغم ان عنده مصطفى محمد وبيظهر له اسامه فيصل وحسام اشرف وحسام, وحسام اشرف فهل دي مشكله بيواجهها نادي الزمالك ان هيفضل هو الهداف المساك بتاعه دي غريبه شويه ولا ده طبيعي بعد الفاصل حضرتك ترد ماشي بعد الفاصل مع الكابتن رضا عبد العال كابتن رضا عبد العال عامل مشاكل في الفصل مالك ومال طارق العشي لا اصل انت بتقول لا حاجه غريبه لا بقول لك ايه انا بقول لك معلومه ان الراجل متضايق ان في عشر لعيبه قبل ما يتولوا او قبل ما يتولى المسؤوليه فوجئ بمستوى ان هو مستوى ضعيف وبيحمل انا بقول لك هو اللي بيتالف الكواليس وبيحمل ايهاب جلال مسؤوليه اختيار اللعيبه ديت طيب وان هم لا يصلحوا ان هم يلعبوا في المصري صلى على النبي عليه الصلاه ليه يعني ايه مسك ليه؟ أيوة. عرض أيوة هو كان لا يعرف لا حبيب قلبي بص هو كان يعرف لا يعرف بعد إيه حتى ما شافه. اسمعني هو بيدرب الفرقه يا كابتن ماشي انا شفتهم وبقالي شهر معاهم ولقيتهم ان هم هتمشي؟ أو اقسم بالله امشي والله ما هتمشي اقسم بالله لا انت بتعرفنيش. لا لا معلش يعني انت ماسك النادي تعلم المصري ايوه ماسك النادي المصري ايوه لا لا أيوة انا بقول لك مش هتمشي وربنا همشي هو يا انت ما تعرفش رضا عبد العال بقى لا بقى. انا عارف رضا عبد العال بص طالما بص انت يا اما مصري وفريق جماهير وفريق قلبي. كبير لما تلاقي 10 لعيبه فين ال10 مدرب قبلك طب استنى انا بقول لك اللي بيحصل واللي بيقولوا طارق العشري واللي بيدور في الكواليس طب مسك ليه ما هو مسك هو اكتشف بعد ما مسك خلاص كان قدم السؤال ومشي قال لك ان عشرة عشرة في 10 10 في الـ في ال20 لعيب نايمين طب فين ال20 لعيب طب هو عمل ايه مع ال20 لعيب خلاص سيبك من ال10 مش في 20 لعيب تانيين في مصابين وفي لعيبه اجانب وفي يعني برضو فريق المصري ما كانش مكسر الدنيا قبل طريق العش ما يمسك ليه ليه ليه, ليه سنة سنة السنه اللي فاتت لما اهاب كان كان كسر الدنيا وكسب بيراميدز وكسب مش عارف مين وكسب ايه احنا ننسى اه ماشي في اختلاف مع اهاب جلال في وجهات النظر والكلام ده بس لازم ياخد حقه مع السنه اللي فاتت لما لاعب بيراميدز وكان بيراميدز ساعتها كانت متصدر وتعادل معاهم 3-3 بس انت بتتكلم على مدرب كبير محقق بطولات قبل كده مع انديه صغيره الطريقه طارق 20 مش فاكر مع حرس الحدود أه يعني اعتقد كاس مصر وكاس السوبر حد ياكد لي ايوه بس ايوه اللي. كاس مصر آه. وكاس السوبر طيب. ماشي طب يعني ماشي مع حرس الحدود طيب ايه اللي اضافه بقى للنادي المصري هو لسه اول ماتش يا كابتن حبيب قلبي يعني اول ماتش بالنسبه للدوري يبقى اسكت مين ما, هو. ليه؟ ما يقولش هو ما يقولش 10 لعيبه مش عارف ايه مش عاجبك قد بيساله وامشي طالما خايف على اسمك أيوه هو وعلى الكواليس لكن ما ما اعلنش لا بص بص دي حجه اسمع اللي انا بقول لك عليه احنا كمدربين مشكلتنا لما بنمسك مكان حد بنطلع فيه القطط الفاطسه ونقول اصلي في عشرة. طب قول العشرة. 10 لو هو عنده الجرأه يطلع يقول العشرة. 10 واخد بالك انت ماسك نادي نادي انا بقول لك اللعيبه دي جايه من خلال رؤيه اهاب جلال ان هو عايز لعيبه بتهاجم م. عشان كان عايز ياخد بيها بطوله واخد بالك اللي احنا شفناه النهارده طب اقول لك استنى بس بيتقل. السنة بس اللي احنا شفناه النهارده لا لعيبه بتهاجم ولا بتدافع م. على الاقل اهاب جلال كان بيروح للجون عشر مرات ويترد جون واخد بالك طب انت النهارده ما طلعتش بره نص الملعب وتشيل سته النهارده لو مصطفى محمد النهارده موفق يشيلك سته اه بس في النهايه في النهايه النتيجه خلص واحد ماليش دعوه ما يعني انت دلوقتي هو ما تغلبش خمسه مش انت مالك نفسي يعني اعرف لو اتغلب خمسه كنت هتعمل فيه مش إيه؟ انت مالك الخطط الدفاعيه؟ لا مش انا لا هو يعني مش هو مالك الخطط عشي. الدفاعيه؟ طب لما فرقه واحد بس يضيع خمس انفرادات وبتاعت حسام اشرف ومش عارف بتاعت محمود علاء اللي هي بالدماغ ديت يعني كانت هتبقى فضيحه غير ان انت حضرتك يعني النهارده المصري افلت من فضيحه من الزمالك اه طبعا وجمهور المصري ما زعلش مني م. بس عنده لعيبه بس للاسف كابتن طارق العشري له سياسه معينه هو عايز دايما زي كابتن جوهر كده عايز اللعيب اللي هو يدافع ما يهاجمش فهو بقى عشان كده بقول لك في 10 ما يصلحوش ليه؟ طب ما احنا شفنا ميسي ده مع اد جلال اللي هو كان رايح من الزمالك ده <متصفيق> شفنا مش عارف مين كان بينزل يكسر الدنيا ولاعيب الكوره وكانوا بيروحوا للجون قد ايه آه يعني انت شايف ان طارق العشري بيحجم مش عارف قدرات ايوه بيحجم قدرات اللعيبه داخل الملعب آه اللي هي عايز اللعيب اللي بيدافع يعني النهارده مثلا هقول لك هتهاجم ازاي وتروح تجيب جون ازاي وانت بتلاعب زي ما قلت لك احمد ياسر ناحيه الرايت وراه على طول كريم العراقي وفي جنبيه فريد شوقي وفي عمرو موسى وفي حسن علي والناحيه التانية في محمد جابر وفي آه بهاء مجدي مم. واخد بالك والاثنين بيلعبوا على ان هم ما هجموش لا ده بيلعبوا على اسلام جابر وعلى حازم امام والناحيه التانية بيلعب على عبد شافي وبيلعب على آه زيزو مم. او العكس ما زيزو كان بيلعب ناحيه الليفت صح كان بيلعب ناحيه الليفت يبقى زيزو وعبد شافي والناحيه التانية كان اسلام جابر وحازم امام طيب طب انت هتجيب جون ازاي هتكسب ازاي وانت مخلي لعيبتك كلها فيهم في نص آه. الملعب. مم. مم. طب انت دلوقتي مش عشان تكسب لازم اضرب الفرقه من ناحيه الرايت او من ناحيه الليفت شفت الكلام ده؟ لا او من العمق لا طيب. هنقول بس من الاطراف الماشي. عشان يوصل ويعمل لوادي ووادي يحط في الجنوب. عندي عبد الشافي آه باك ليفت النهارده اه طبعا آه موجود بدل او بديله هو المفروض الاساسي عبد الله جمعه وانا عايز حضرتك تعمل لي اه يعني عايز حضرتك تعمل لي المقارنه في الاداء مم. ما بين عبد الشافي وعبد الله يعني النهارده مثلا لو عبد الله جمعه لو مش موقوف هل يفيد نادي النهارده اكتر هجوميا ولا لا؟ وهل لو هو موجود هيبقى في مشاكل دفاعيه ولا لا؟ او العكس بالنسبه لعبد الشافي انا شايف ان عبد الشافي الحته دي بتاعته بتاع حتى من الاخر بص عبد الله جمعه دي مش حتته ده دخيل عليه ما لعبش لا طبعا مع انه كان مطالقة ايام بروسيا حبيب قلبي عشان انت بتهاجم على طول مم. انما بص كل الاجوان اللي, اللي دخلت في نادي الزمالك ناحيه الرايه يعني كل اللي من ناحيه الليفت يعني ناحيه الرايه الفرقه الثانيه ليه؟ لان عبد الله بيه تتلعب من وراه تترفع جون يا يعني اما الراجل بيروح يجيب جوني شايف ان كارتيرون صح ان هو بيعتمد على عبد الشافي يعني هو كان بيعتمد عليه قبل توقف الدوري ها. هل انت شايف انت انه عارف هو... ليه؟ اه لان عبد بينفذ له اللي هو عايزه بحذافيره يعني النهارده مثلا النهارده مع عبد النهارده عامل جنين في واحده لمصطفى محمد ما تضيعش وفي واحده لحسام اشرف اللي هو يعني لو خد الخطوه دي هيعملها كده جون بس عبد الله يمكن بيهاجم اكتر ايوه ماشي ما هي هو اصلا عبد الله هجومي لان هو اصلا بيلعب ناحيه الرايت او ناحيه الليفت م. فدي حتته ان هو عارف يعدي ويروح والكلام ده انما في الحته الدفاعيه بيبقى كارثه واخد بالك عايز تلعبه لعبه في جاب كبير لعبه ولعب عبد الشافي وراه هيعملوا لك جبهه كويسه قوي م. قوي احسن من زيزو احسن من زيزو اه طبعا م. ليه لان عبد الله بيعرف يروح الجون وبيعمل جون وبيعمل كروس كويس و... يعني يفكرك شويه بسيد معوض يعني طريقه اداءه كده آه. فانت لازم يبقى في حد في ظهره هيبقى في حد في ظهره هيكسر الدنيا قدام وده دايما انا بقولها يا يلعب ناحيه الليفت يا ناحيه الرايت. يعني ممكن هو لو لاعب مكان ونجم لما بيلعبوه ده عبد الله يفيد اكتر. طيب حازم امام هايل النهارده. هو لعيب هايل على طول. والله العظيم هايل. هو لعيب هايل وقدرته هايله على طول. هي بس حازم في حاجه واحده بس م. في الكروس. م. يعني لما بيرفع عينه بيعملها صح. م. انما لما بيحط عينه في الارض ويعمل كده على الغيبن اول واحد بيقطعها هي ده بس العيب اللي فيه مم. وعيب تاني بس هو ده كان لازم يتعلمه من صغره مم. ان يخش لجوه ويعمل وانتو مع الراس حربه او الراجل اللي هو بتاع بالز... لان مم. انت بتعرف ترقص وتعدي وتجري بالكوره لو انت دخلت وقطمت لجوه في... في داخل الملعب هتكسر الدنيا وهتفتح مساحات وهتعمل اجوان كتيره وهتجيب اجوان كتير لما يجي المسلوسي هو اللي يلعب ولا ولا حازم امام؟ انا ما شفتش المسلوسي انا انا يعني غايبا كده صفقه فلازم هيلعب انا بصراحه هم يعني معلش يعني انا شايف ان هي مش مفيده اللي انا عايزه واحد يا اما راس حربه يا اما تحت الراس حربه زي بن شرقي كده حد يكون قوي كده يعني انا كنت مثلا اتمنى ان هم يجيبوا ابراهيم وطاره ده اللي هو بتاع الترجي ده مين ومين ابراهيم وطاره ده آه. وطارة ده طيب قلت لحضرتك سؤال كمان ان ان خاص بمحمود علاء هو هداف الزمالك اه هل دي مشكلة لا بالنسبة طبعا بالنسبة لنا الزمالك؟ ليه؟ ده دي ميزة. امم. ان عندك الفراودة وتحت الفراودة بيبقوا ممسكين اللي بيفكلك لك القصة دي محمود علاء. يعني مم. النهاردة الجون اللي جه ده لو مش محمود علاء موجود مش هيجي جون. طيب نروح للصور على ماتش النهاردة. ماشي. يلا. صور سريعة يا عثمان هندي درجات ولا هنقول؟ اه هنديها درجات. درجات ولا كلمة؟ زي الأستاذ نجيب المسكاوي سريعاً. واحد من عشرة واحد من عشرة اللي بعده ثلاثة أمم أربعة أربعة من عشرة ده مين ده؟ محمد عادل الحكم هاي بس أنا بعرفش ده ضربة الجزاء ما شفتهاش ولا ماشي. بس هو لغاية ما أنا نزلت كان هاي تدي كام؟ يعني زي ثمانية اللي بعده ما عرفش عقود الفرقه أه النهارده تدي له كام؟ 3 اسلام, اسلام جابر ستة. ستة زيزو خمسة خمسة كابتن ست. محمد حسن خمسة خمسة محمود وادي يعني أربعة لأن خد كم كرة عالية كده أربعة اللي بعده معاهم يعني. سبعة سبعة دي ده, ده كده آخر حاجة ليه وفين الونش؟ وفين عبد الشافي؟ يعني وفين أبو جبل؟ يعني ده معظم اللاعبين أبرز اللاعبين أبو, أبو, جبل تدي جبل تديله كام؟ أديله تمانية عشان الكرة اللي خرج فيها غلط الونش؟ الونش الونش له تسعة عبد الشافي ثمانية ونص حازم إمام ثمانية ونص كابتن رضا عبد العال بشكرك نورتنا وشرفتنا والاول مره والاول مره <applause> رضا عبد العال بيعيد مره ثانيه او بنعيد في في البريمو يعني او فقره هتبقى ثابته باذن الله تقييم بالدرجات اللي كان بيعمله الكاتب الصحفي الكبير الراحل الاستاذ نجيب المستكاوي اللي لازم طبعا يعني ندي له حقه هو اللي كان بيدي للاعبين الدرجات دلوقتي رضا عبد العال هيدي للاعبين الدرجات بعد كل مباراه انتظروا رضا عبد العال وفقره الدرجات من عشرة لكل لاعب بعد المباريات طبعا اللي هتواجد فيها النجم الكبير رضا عبد العال بشكركم تصبحوا على خير